بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ان شاء الله تكون مقدمة حق مادة كمبيوتر ابليكيشن. في البداية راح نحتاج برنامجين، والاستادو برو والاوتوكاد. الاوتوكاد يعني راح نستخدمه بشكل سطحي، بس راح نحتاج منه بالبداية الارك بلانز اساس نقدر نحدد الكولوم سيستم والبيم سيستم. والكولوم سيستم والبيم سيستم كل مخطط يختلف عن الثاني، فلازم تعرفون تحطون مكان الكولومز يعني بشكل منطقي، وبعدها يعتمد عليه البيم سيستم حق كل دور. و طبعا بعدها نقدر ندش بالبرنامج استاد عشان نحدد النودز ونحدد البيمز اللي بين النود. طبعا النودز هم الكولومز، فلازم نعرف المسافات بين الكولومز، مسافات المبنى المخطط مالنا، وهذا فقط كبداية عشان نقدر نشتغل بالمخطط. راح يكون من تقديمي انا سامي الهولي، اشراف محمد دخيل ان شاء الله.